نعمل كده ونجيب الورقتين ولا ايه؟ لا مش دلوقتي. طب خلاص خلاص، شوفي امتى وحددي زي ما تحبي. تمام. مالك اتوترتي ليه كده؟ ده تلاقي عم عوض جايب الاصولات، ما تلاقيش قوي كده. يا عم عوض هات في ايه؟ مين حضراتكم؟ لا مين حضراتكم؟ هي وكاله ولا ايه؟ مين حضراتكم في ايه؟ الله ليلى انت جاي اخرس ليلى انت هنا في ايه؟ الله طب ايه؟ استاذ ايدك ابلع عليك يا حبيبي ابلع عليك. تكذبي عليا ليلى؟ تكذبي عليا؟ مش وقته مش وقته هيحكي. مين الكلب اللي انت بيته؟ مش وقته هيحكي. تعالى هنا يا حبيبي، المهم اطمنا عليها. خلاص يلا. ده مين يا اخ؟ سيدة شمال اسبانيا يا اخ. انزل ايدك يا حبيبي. يلا بينا يلا بقى يلا حبيبي. مش وقته هيحيى. يلا بينا بقى. طب يحيى خد بلغ نادية انت. بنتي فين يا يحيى؟ هو انت الحسن فين؟ نزل مع باباكي واخدوا مراد معاهم. هو في ايه؟ مش عارفه بالشكل كده في مصيبه. مصيبه ايه؟ معرفش. يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه في دلوقتي؟ ليه كده يا ربي؟ ليه؟ في ايه؟ انا ما قصرتش معاها في حاجه. في ايه؟ اختك عملت لنا مصيبه. ايه اللي حصل؟ اروى ممكن تدخلي جوه؟ طب يا جماعه فهموني، ليلى كويسه؟ مش عاوزه اسمع اسمها. ليلى كويسه بس من فضلك ادخلي جوه من فضلك. يا بنتي انا ما قصرتش معايا، انا ربيتها احسن تربيه. وانت بتعملي كده ليه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ليلى غلطت بس ما اجرمتش. بعدين ايه علاقه انك ربيتيها؟ ما يمكن عشان ربيتيها قوي وقفلتي عليها خافت منك، خافت تقولك انها بتحب او معجبه بحد. بعدين ايه دخل التربيه في الغلط؟ ما انا اتربيت وغلطت وانتي كمان اكيد اتربيتي وغلطتي. ايه علاقه ده بده؟ وهي لو ما غلطتش هتفهم ازاي؟ هتكون شخصيتها ازاي؟ هتفرق بين البشر ازاي؟ انا ما عمل غلطت عمري مرات الواحد بيته. يا عالم كان هيحصل ايه؟ كان هينيل فيها ايه؟ ده ما اسموش غلط، دي كارثه. في حاجات بتقسم لك ظهرك بتضيعك. وليلى كويسة وجاية في السكة، اهدي بقى. انت عمرك ما هتفهمي، عمرك ما هتفهمي. لأول مرة في حياتي بقول لي يا رب خلف. عمرك ما هتفهمي. لا أنا فهماكي كويس قوي على فكرة. يمكن ما بخلفش بس في يوم من الأيام أنا كنت بنت في سنها وكان عندي أم زي كده بالظبط. أنت عارفة إن أنا زمان عملت عاملة شبه اللي عملتها ليلى دي؟ طلعت رحلة من ورا أمي مع واحد كنت معجبة بيه، وطبعاً اتكشفت وأمي عرفت واللعبة اتكشفت يعني. بس عارفة أمي عملت إيه؟ كان ممكن تضربني وتبهدلني وتحبسني بس ما عملتش كده. قالت لي تعالي بقى أنا عايزة أقعد معاكي وأفهمك، وقالت لي 100,000 احتمال كان ممكن أبقى فيهم بسبب الكذبة الخايبة اللي أنا كذبتها، وكل احتمال فيهم كان ممكن يخليني في موقف لا أحسد عليه. وقالت لي تمام، فهمتي بقى غلطتك وعرفتي عواقبها؟ رديت عليها وقلت لها طبعا عرفت وعمري ما هغلط تاني. قالت لي لا اغلطي بس غلطة جديدة، الغلطة دي خلاص عرفتيها وتعلمتي منها، الغلطة الجديدة هتبقى درس تتعلمي منه حاجة تانية. وقالت لي وانتي بتغلطي ابعدي عن الغلطات اللي ليها علاقة بالسمعة والكرامة.
اهدي يا نادية. ليلى كويسة؟ ما بتردش؟ أكيد مش هترد. طب إيه؟ ممكن يكونوا مثلا راحوا السنتر ولقوها قاعدة مع الولد؟ موضوع أكبر من كده. أنت لو كنت شفتي وش ماما يا هند كنت هتفهمي قصدي. أكبر من كده إيه يعني يا بنتي؟ تلاقي بس ماما مصدومة. أي ما هي مصدومة بس من إيه؟ إن كلام أنكل حسن طلع صح، وإنها بعد ما اتطلقت منه كلام اللي مراد قاله طلع حقيقي. ما جاتش في بالي دي بصراحة. أيوة يا بنتي أكيد ده اللي حصل. أفضل أجرب عامة إن شاء الله هترد. خليكي يا نادية، أنا هفتح لهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاوزة تضيعي نادية. نادية نادية إيه اللي بتعمليه؟ نادية 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 فضلك عاوزة تضيعي نفسك وتضيعي سماعة إخواتك. نادية مش هينفع. ردي عليا يا نادية. بس اهدي. رحتي للبيت كم مرة؟ بيت ايه؟ رحتي للبيت كم مرة؟ بيت مين؟ خدوا اختكم وخشوا جوه. خدوا اختكم وخشوا جوه. مش هتدخل جوه غير لما ترد عليا. بس يا نادية بقى. نادية كفاية، مش هينفع اللي انت بتعمليه ده. ما تدخلش اصلا. ما تدخلش ازاي يا نادية؟ جاي دلوقتي تتدخل؟ بس مالك؟ بس خلاص خلاص يا يحيى، البنت رجعت حضن مامتها، وانا متأكدة ان نادية هتهدى وهتعرف تلم الامور. مش وقته الخناق بينكم وبين بعض. يلا يا يحيى من فضلك يلا. عن اذنكم.